مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. السلام على المقام العالي بالله. مولاي صاحب الجلالة، نصركم الله وأيدكم وأدام عزكم وخلد في الصالحات ذكركم. يتشرف خادم أعتابكم الشريفة رئيس جمعية آل خير ناسي أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أعضاء منخرطي الجمعية بأن أرفع إلى السنة العالية بالله أصدق آيات الولاء والإخلاص، معذبين جلالتكم عن تأكيدنا بأواصر البيعة وتشبثنا الدائم بأهداب العرش العلوي المجيد الضامن لوحدة البلاد واستقرارها. مولاي صاحب الجلالة، إن أعضاء جمعية أهل الخير مكناسي يغتنمون ليلة القدر المباركة وحفل اختتام بمائدة الرحمن ليعبروا لجلالتكم المنيفة عن صادق الامتنان لروح مبادرتكم النيرة وفكر جلالتكم المتقدم في بناء المغرب الحديث المزدهر. مولاي صاحب الجلالة، إننا يا مولاي نعتبر أنفسنا جنودا مجندين وراء جلالتكم الشريفة للدفاع بالغالي والنفيس عن مقدساتنا الوطنية، مؤكدين وفاءنا وإخلاصنا لشخصكم الكريم سيرا على نهج آبائنا وأجدادنا. أبقاكم الله يا مولاي ذخرا وملاذا لشعبكم الوفي ومحققا لآماله وباديا لصرح أمجاده ونهضته، وأدام نصركم وحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم وقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الأمير المحبوب مولاي الحسن وسمو الأمير الجليل مولاي رشيد وسائر أفراد أسرة الملكية الشريفة. والسلام على المقام العالي بالله ورحمته وتعالى وبركاته الخادم أعتابكم الشريفة السيد عبد الحق المرغيشي رئيس جمعية أهل الخير المكناسي.